استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس محددات الموقف المصري في هذا الشأن، خاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، وعدم اعاقه تدفقها في حين اكد مدير المخابرات الامريكيه حرصه على مواصله التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الازمه الحاليه